كما تطرقت هناك بلدان في المنطقة بعضها غنية بشكل فاحش ما كانت لتكون موجودة لولا الولايات المتحدة وفرنسا ولما دامت لأسبوع واحد من دون حمايتها. إننا نحميها وعليها الآن أن تدفع مقابل ما يجري، لأن لا أعتقد أن فرنسا أو الولايات المتحدة يجب أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة. وحدث أمر مخزن بالنسبة للولايات المتحدة منذ أسابيع كما قلت، ولا أتحمل المسؤولية، ولكن سأكون محرجا. 7 تريليونات من الدولارات ما نريد أن نبنيه هو بنى تحتية. قالوا أننا يجب أن نكون حذرين، ولكننا نريد إصلاح الطرقات وبناء المدارس والكثير من الأمور الأخرى والنفاق والجسور. قالوا فلنكن حذرين مع أموالنا. ومع ذلك قمنا بصرف 7 تريليونات من الدولارات في الشرق الأوسط وحصلنا على لا شيء مقابل كل ذلك، أقل من لا شيء بحق بدقيق إن تحدثنا. البلدان الموجودة هناك والتي تعرفونها كلكم بشكل جيد إنها غنية بشكل فاحش ويجب أن تدفع مقابل كل ذلك، وأعتقد أن الرئيس متفق على هذا الموضوع وستدفع مقابل ذلك. سيدفعون، تحدثنا معهم وسيدفعون. الولايات المتحدة لن تتابع مواصلة الدفع، وهم أيضا سيضعون جنودهم على الأرض، والأمر الذي لا يقومون به حاليا. في الحقيقة سنعيد الكثير من جنودنا إلى منازلهم.